السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم راح اتكلم معاكم عن الشيء اللي كنا ننتظره من قبل، اللي هو المؤتمر الجاي. راح يكون يوم 25 مارس، اللي هو الشهر هذا، راح يكون الاسبوع الجاي اللي هو صادف يوم 2. الوقت تقريبا راح يكون الساعة 8 او 8:30 توقيت السعودية. الاشياء اللي متوقع اللي راح ابل تعلن عنها، اول حاجة الشيء اللي انتظر احنا اللي هو خدمة ابل الجديدة للافلام ستريمينج، نفسها راح تكون نفس نتفليكس او ديزني او هولو، نفس الحركة دي راح تكون. الشيء اللي متوقع ان انا راح تعلن عن هذا الشيء الكبير هو انه الخدمة حقتها. ليش؟ لان حتى لو بتشوفون اسم الاعلان حقه من المؤتمر كان اسمه مثل ما تشوف هنا، كان It's Showtime. راح يكون الفوكس على الخدمة اللي بتطلعونها للأفلام، لكن الشيء الصعب على أبل الحين إنه كيف تخلي الناس يحاولون الخدمة حقتها. لأن ذيك الفترة أول ما طلع الآيفون خلت الناس ينبهرون الآيفون إنه شيء جديد سوى، فأبل لازم تسوي شيء جديد الحين وتغطي على أول حاجة نتفليكس وتغطي على هولو. هولو تقريبا ما يحتاج تغطي على هولو، أتوقع إنها أوريدي أول ما تطلع راح تكون أفضل من هولو، لكن كيف تاخذ الضوء من نتفليكس. فننتظر ابل ونشوف شو اللي بتسوي، شو الخدمه اللي بتسويها القويه اللي تخلي الناس صحيح يتحولون ويقومون يفتحون خدمات. شو المحتوى اللي راح تنزله؟ يعني نتفليكس كبيره بما فيه الكفايه انها تسوي الحين افلام خاصه فيها، فابل تبدا افلام خاصه فيها. فابل اتوقع انه لازم 100% انها تبدا افلام تسوي خاصه فيها وتسوي اشياء تبهر الناس وتخلي الشخص يدفع الاشتراك الشهري عشان يشوف الافلام حقتها. فبالنسبة لي شيء صعب، ابل قدها وان شاء الله نشوف كيف راح تسوي، وراح نشترك فيها. بشترك اول شهر وبشوف تقريبا راح تعطيكم، لازم 100% تعطي شهر فري او اسبوع فري، راح نشوف نجرب معكم خدمة ونشوف هل تستاهل ولا ما تستاهل. والشيء الثاني اللي راح تنزل ابل برضو السماعات حقتهم الايربودز الجديده. الشيء اللي نعرفه الحين انه تقريبا بتعدل الصوت، ترفع الصوت شوي، ما ادري بتسوي، يعني تسوي تعديلات خفيفه داخليه في الصوت، يمكن بتخليها لمس، يمكن تخليها بس تقول اسم هي سيري وراح تشتغل عندك وتقدر تتكلم. طبعا انا ما اشوف انه شيء كبير انك تخليها هي سيري عشان تتكلم، نقدر اضغط فيني على السماعه. انا بس لو اني البس السماعه ما يحتاج اني اقول الكلمه، لو بس المس مرتين كذا راح تشتغل عندي سيري. مثل ما اشوف اشتغلت كذا، لو نطفيها مثلا نشوف معاكم، هذه الحين طافية. لو ألمس مرتين شغلت معنا، يعني أقدر بس ألمس مرتين وأقول. بس إن أبل بتحط لك ميزة إن هي سيري، بتحط هي W2 أو W3 وبتحط تقول هي سيري. بلوتوث 5 تعدل البطارية، تكلمنا عن الأشياء دي كلها، لازم أراجع لكم الأشياء اللي تكلمنا عنها المقاطع الثانية. بلوتوث 5 راح تحسن البطارية. أخبار تقول إن الكيس راح يكبر شوي عشان يحطون الوايرلس تشارج، يعني هذه الخدمة هي. هذا الايربودز الجديدة، الشخص اللي ما راح يشوف فرق بينه وبين الصوت الجديد اللي بتحطه ابل، راح نشوف. يعني الاشياء دي كلها تخيلات او كلها توقعات، راح نشوف ابل شو اللي بتسوي وبتخلينا نشتري السماعة الجديدة. لون جديد اوكي، ما اشوف في فرق يعني. وبرضه ميزة جديدة اللي راح يحطونها في السماعة في الشحن، هذه القديمة اللي موجودة عندي الحين اول نسخة، تقول لك انك لو تشحنها ابل راح تعطيك في 15 دقيقة شحن راح تعطيك 3 ساعات. اما النسخة الجديدة الاشعة قوية تقول لنا ابل راح تخليها انك لو تشحنها 15 دقيقة من صفر تعطيك 100 كامل فل. وبرضو اتوقع انه خلاص اذا نزلت السماعة تشحن وايرلس والايفون عندها شحن وايرلس، بالنسبة لي الاير باور اتوقع انها تبي تعلن عنها مع السماعة. فاذا نزلت السماعة الجديدة مع الوايرلس اتوقع في نفس الوقت راح نشوف الشحن حقهم الاير باور اللي هو تحط في 3 اجهزة او سماعتك وجوالك وساعتك في نفس الوقت يشحن، وهذا صورته ان شاء الله نشوفه في المؤتمر القادم. فننتظر نشوف. ننتقل معاكم الحين للايباد. تذكرون السنة راحت نزلت الايباد للطلاب ودعمت مع القلم، فهذا ايباد اير نفس الايباد ستودنت لكن ما يدعم القلم. هذا الايباد اير نفس الديزاين نفس كل شيء، الفرق الوحيد انه ما يدعم القلم. فابل راح تنزل تحديث جديد لا وقيمته $350 تقريبا، افضل ايباد في السعر هذا الاشخاص كلهم يشترونه. اتوقع ان ابل اذا بتكمل السلسله ما اتوقع انها تنزل ايباد ميني، لانه هو الرودي اذا ما كل السوق على ايباد ميني. يعني لو بتنزل ايباد ميني $300، ايباد اير او الايباد ستودنت $350، شاشه اكبر، قلم، الاشياء دي كلها. فاحس ان ابل قتل الايباد ميني خلاص، خلينا نمشي على الايباد ستودنت افضل بكثير. وبرضه يقولون ابل انه في الايباد اس اللي بينزل جديد، او مو بايباد اس، الايباد الستودنت سكند جنريشن، يمكن البصمه راح تكون فيه، ما راح يكنسلون البصمه ولا راح يكنسلون الهيدفون جاك. فنشوف النسخه الجديده حق الستودنت هل صحيح البصمه راح تتم فيها والهيدفون جاك. فاذا كانت البصمه موجوده فالبازل راح يكون نفسه، ما راح يتكنسل الحواف ولا شيء ذي كلها. راح اشوف من الجهاز سعره رخيص، ابل ما عندها شيء كبير تحطه فيه، يعني الاشخاص اللي يبون معالج اقوى كاميرا افضل اتوقع هذا الجهاز اللي بينزلونه. وننتقل معاكم بعدها على الايبود، ايبود تاتش. اشاعة قوية انه راح تنزل ايبود تاتش، اشاعة الحين تقول انه ما راح تنزل تقريبا المؤتمر، لكن ما تدري يمكن تنزل ابل نفس الشكل
يمكن يو اس بي سي يكون الهيدفون جاك يمكن ما راح يشيلونه، شاشه اكبر هذا الشيء الوحيد. بس تقريبا هذا المؤتمر القادم اللي راح يكون يوم 25 مارس الشهر هذا، ننتظر ونشوف ابل شو اللي بتسوي بالمؤتمر حقهم، شو اللي راح تنزل وتبهرنا فيه. قبل ما نخلص الفيديو، اللي حابب افتح بث مباشر في نفس القناه يوم 25 مارس في نفس القناه، افتح بث مباشر واعلق معاكم على المؤتمر ونشوفه لايف في نفس الوقت، مثلا نحطه في التلفزيون او شيء واعلق معاكم. يكتب لي تحت اذا وصل هذا الفيديو من وقت تنزيل الفيديو هذا في 3 ايام، اذا وصل اللايكات فيه فوق ال 100 راح اسوي لكم فيديو تلقائي. إذا عدت 3 أيام ولا وصلت لايكات 100 خلاص يعتبر نسوي الموضوع هذا. بس في نهاية الفيديو تنسوا اشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني. وإذا وصل الفيديو 100 لايكس قبل 3 أيام فانتظروني يوم 25 مارس لايف على الساعة 8 بتوقيت السعودية. السلام عليكم.